يا مساء الخير على كل مشاهدينا، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد، جوله جديده من جولات استوديو الابطال، والنهارده جولتنا طبعا هي دور ال 16 للنادي الاهلي امام نادي سان دوني اولمبيك. طبعا هتكون في تمام الساعه 8 مساء، او كان من المفترض ان هي تكون في تمام الساعه 8 مساء، ولكن يعني من المفترض ان هي ممكن يعني تتاخر لبعض الوقت علشان المباراه طبعا اللي بتسبق هذه المباراه. خليني اقول لكم ان ده طبعا بياتي في بطولة الأندية الإفريقية للكرة الطايرة سيدات في نسختها ال 37، والحقيقة النهارده عدد من الماتشات اتلعبت في دور ال 16 على طبعا صالتي الأمير عبد الله الفيصل وصالة الشهداء بالنادي الأهلي بمقره الرئيسي بالجزيرة. خلينا نستعرض لحضراتكم النتائج اللي كانت موجودة النهارده على مدار اليوم في دور ال 16. الحقيقة النهارده ان الكحول الاثيوبي فاز على الجمعية الرياضية الجزائري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط، ايضا البنك التجاري الكيني فاز على اسك ميموزا الايفواري بنتيجة 3-0، ايضا السجون الكيني فاز على الجمارك النيجيري بنتيجة 3-0. واما بقى يمكن الماتش الاخير اللي بيلعب حاليا وكانت نتيجته يعني الى قبل ما نبتدي على طول الحلقة كانت 2-1 مايوكاني ايفولوشن الكاميروني مع ناصرية بجاية الجزائري. يعني لسه هنشوف بقى الماتش هيمشي ازاي، ممكن ناصرية بجاية ياخد شوط او خلاص كده ينتهي بقى لصالح مايوكاني ايفولوشن. يعني هنتابع مع حضراتكم اول باول قبل بدء مباراة سيدات طبعا طايرة الاهلي امام اكيد يعني المباراه المرتقبه وسان دوني اولمبيك. الحقيقه ان احنا عايزين نتكلم ان النادي الاهلي او سيدات طايره الاهلي ماشيين بخطى ثابته جدا. يمكن اتكلمنا في اول استوديو تحليلي او ضربه البدايه طبعا امام بجايا الجزائري، الحقيقه ان هي كانت مباراه سهله وان سايد جيم بالنسبه للنادي الاهلي. يمكن كنا معانا في مجموعتنا طبعا السجون الكيني وهو حاصل على عدد من الألقاب في البطولة الأفريقية، واتكلمنا طبعا مع كابتننا الكبار ان هي هتكون مباراة صعبة، ولكن ما كانتش مباراة صعبة زي ما كنا متخيلين، وقدر النادي الأهلي ان هو يحسمها ايضا بسهولة شديدة جدا لصالحه بنتيجة 3-0. والنهارده بقى في دور ال 16 ايضا ان شاء الله تكون مباراة سهلة. يعني احنا يمكن كان عندنا العقبة الوحيدة في مجموعتنا هو كان السجون الكيني، لان خاصة السجون الكيني محقق فوز او اكتر من فوز في البطولة، علشان كده يمكن دي كانت المباراة اللي احنا كنا مقلقين منها شوية وخايفين منها شوية، خاصة ان هم بيتمتعوا ب يعني بدنيات عالية جدا زي ما احنا اتكلمنا ايضا في الاستوديو الماضي. ولكن الحقيقة النهاردة بنتمنى كل التوفيق لسيدات طايرة الاهلي في مهمتهم، وان شاء الله تكون البطولة بقى لصالحهم ونحقق رباعية زي ما الماسترز فرحونا وحققوا رباعية خلال الموسم الماضي. بذكر بقى الماسترز ورجال طايرة الاهلي، يعني الحقيقه بعد تحقيقهم لرباعيه اهلاويه وموسم استثنائي كان قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يكرم ابطالنا بهذه الرباعيه. يعني الحقيقه يمكن هو كمان ما قدرش ان هو يحضر طبعا بسبب ظرف صحي، ولكن كان كلامه ليهم، الحقيقه انا كنت حاضره امبارح، كان كلامه ليهم ان هو ما رضيش ان هو ياجل هذا التكريم، خاصه ان التكريم لما يجي من النادي الاهلي طبعا هو هيتم تكريمهم كتير خلال الفترات اللي جايه، اكيد في عدد كبير من الاستفتاءات، واكيد هنشوف ده خلال الفتره المقبله بسبب تفوقهم الحقيقه في هذا السيزون يعني او هذا الموسم. ولكن التكريم لما يجي على طول بعد اقل من 24 ساعه على تتويجهم بكاس مصر على حساب الزمالك اكيد لفته طيبه جدا، وده اللي متعودين عليه من مجلس اداره النادي الاهلي، يستحقوا التكريم. يمكن كان في اخفاق السنتين الماضيتين، ولكن هم وعدوا واوفوا ان هم يصالحوا جماهير النادي الاهلي ويصالحوا مجلس اداره النادي الاهلي، وده اللي حصل فعلا، كانوا رجاله وكانوا قد كلمتهم وقدروا ان هم طبعا يحققوا الرباعيه في هذا الموسم الاستثنائي الكبير جدا. وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم على الشاشه، يمكن شايفين طبعا يعني تكريم رجال الطايره امبارح اتكرم، يمكن مش بس اللعيبه، ايضا الجهاز الفني، الجهاز الاداري، كل القائمين على هذه الرحله اللي قدروا ان هم يتوجوها ويكللوها بالنجاح وبالرباعيه. ويعني يمكن فرحونا كلنا، فرحوا جماهير النادي الاهلي، فرحوا مجلس اداره النادي الاهلي، و
الحقيقة مفيش كلام يوفيهم حقهم، لأن هم فعلا أدوا مجهود كبير جدا، ويمكن حتى البطولة الإفريقية يعني ما كانش فيه ولا إخفاق ولا شوط، بالعلامة الكاملة قدروا أن هم يتخطوها. وكل ده الحقيقة في أقل يعني يمكن بنتكلم عن 60 يوم، أو منذ تحديدا شهر فبراير، أواخر شهر فبراير الحقيقة بدأنا بكأس السوبر، بعديها على طول الدوري، بعديها على طول البطولة الإفريقية، ثم بقى ختموها كان مسك شفنا منذ عدة أيام، أو تحديدا يعني أول أمس كان بفوز النادي الأهلي بكأس مصر في الموسم الجديد على حساب نادي الزمالك. الحقيقة خليني أقول لحضراتكم كان في عدة رسائل مهمة جدا من كابتن محمود الخطيب في الرسالة اللي وجهها لرجال طايرة الأهلي. يمكن أولها طبعا، وده اللي احنا متعودين منه على طبعا كابتن محمود الخطيب، إن هو دايما بيوجه رسائل مهمة جدا. كانت الرسالة إنه المسؤولية اللي جاية مش سهلة أبدا ومش هينة أبدا، خاصة إن هم أبطال الرباعية، فاللي جاي هيكون أصعب. يعني مش لازم أبدا إن هم يحسوا بثقة زائدة أو أريحية أو غرور بسبب تحقيقهم للرباعية، ولكن الحقيقة لازم اللي جاي يكونوا عاملين حسابه، لأن دايما بعد النجاح الكبير بيكون صعب جدا إن أنت تحافظ على هذا النجاح بشكل مستمر وبشكل كبير. فعشان كده كابتن محمود الخطيب كان رسالة مهمة جدا، اللي جاية أصعب، وأن المسؤولية كده زادت عليهم، بالعكس ما خفتش أبدا، ولكن زادت على عاتقهم طبعا وعلى أكتافهم بسبب النجاح اللي هم حققوه في الموسم ده. أيضا كان في رسالة هامة جدا، وهو أن يعني يمكن اللعيبة في النادي الأهلي يمكن في الماتش الخاص بنادي الزمالك نهائي كأس مصر كان في البوينت 22، كان خلاص اللعيبة ابتدوا أن هم يحتفلوا بفوزهم طبعا. وكابتن محمود الخطيب، وده اللي احنا كلنا بنتعلمه منه، ودي المبادئ اللي احنا بنتعلمها من النادي الأهلي، دايما بنقول ده مش شعارات وده مش كلام، ولكن الحقيقة كان في رسالة مهمة جدا، وأن هي فكرة ما كانش ينفع ان احنا نحتفل واحنا عند النقطة 22، لا، كان لازم نخلص الماتش ونستلم الكأس وبعد كده نبتدي ان احنا نحتفل، لان رجال طايرة الاهلي، او مش بس رجال طايرة الاهلي، كل الالعاب المختلفة في كل طبعا يعني سواء طايرة الاهلي، سلة الاهلي، فريق الاول لكرة القدم، دايما بنحتفل واحنا يعني معانا البطولة واحنا معانا الكأس. وهو ده طبعا اللي صمم عليه، انه احنا احتراما للخصم اللي قدامنا أو الاحترام للمنافس اللي قدامنا، ما ينفعش إن احنا نحتفل قبل نهاية المباراة. ولكن زي ما احنا عارفين يعني يمكن ده كان مجهود وتعب، فاللعيبة احتفلوا قبل الأوان، يعني هم كانوا خلاص ضامنين إن هم حسموا المباراة لصالحهم، ولكن دايما بنتعلم كل ما هو خاص بمبادئ النادي الأهلي من كابتن محمود الخطيب، وهو ده اللي احنا شفناه. طبعا شفنا فرحة كبيرة جدا من اللعيبة عقب تسلمهم الكأس زي ما حضراتكم شايفين أمامنا هو، يمكن ده كان من خلال 48 ساعة، شايفين فرحة كبيرة جدا بالماسترز، رجال طايرة الأهلي، عناصر الحقيقة مختلفة، عندنا خبرات مختلفة في الفريق ده، وده هو اللي يمكن خلق الروح دي في الفريق وخلاهم ان هم يوصلوا لهذا المجهود وهذه الرباعيه. مستر فرناندو منذ الحقيقه منذ توليه في شهر يوليو الماضي، شهر 27/23، الحقيقه ان هو كان جاي وكان الرهان عليه كبير جدا، خاصه ان هو كان جاي بعد اخفاق لموسمين متتاليين، ولكن الحقيقه قدر ان هو يعني منذ بدء الموسم او منذ توليه المسؤوليه في شهر 7، الحقيقه شفنا اداء كبير جدا، شفنا روتيشن كبير جدا في الفريق، زي ما انا كنت بقول لكم دلوقتي الاعتماد على العناصر الشابة بجانب الاعتماد على الخبرات الكبيرة زي ما احنا شايفين قدامنا، كابتن حسام يوسف، كابتن عبد الحليم عبو، كابتن عبد الله عبد السلام، كابتن أحمد صلاح، كلها خبرات كبيرة جدا، بجانب طبعا الشباب الواعد اللي موجود اللي كان ليهم بصمة كبيرة جدا. شفنا طبعا عبد الرحمن الحسيني، طبعا عبد الرحمن سعودي، شفنا ايضا سيف حسن عابد المنضم حديثا في الموسم ده، يعني يمكن هو كان ليا حديث معاه امس الحقيقه في تكريم مجلس اداره النادي الاهلي، كان بيتكلم ان هو فخور جدا بفكره تواجده في صفوف النادي الاهلي، لان ان هو لاعب لسه منضم حديثا في موسم واحد يحرز 4 بطولات، لا ده صعب، ومش بنلاقيه غير داخل جدران النادي الاهلي، وشايفين دلوقتي امامنا ايضا البطوله الافريقيه طبعا في نسختها ال45،
كابتن عبد الله عبد السلام طبعا المايسترو والاسطوره الكبير جدا، يعني واحد من اساطير الكره الطايره في مش بس في النادي الاهلي ولكن ايضا في مصر وفي افريقيا. شايفين فرحه كبيره جدا الحقيقه. شفنا يمكن كمان دايما بنتكلم على الرسائل الهامه وهي انكار الذات في النادي الاهلي وفي صفوف النادي الاهلي، وانا دايما بحب ازيد ان دي مش شعارات، لا فعلا. يمكن احنا زي ما احنا عارفين انه سيف حسن عابد يعني انتقل من نادي للنادي الاهلي، كنت بتكلم معاه على فكرة المبادئ اللي اتعلمها خلال السيزن ده من النادي الأهلي، كلم معايا وقال لي انه مش بس الاحتواء اللي شافه من اللعيبة الكبار والصغيرين، واندمج سريعا مع الفريق وده اللي خلاه ان هو يتألق الحقيقة مع الفريق، ولكن المبادئ ايضا الرسائل اللي تم توجيهها امبارح من خلال كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اكيد شايف ان هو بيتعلم كتير جدا، وان مبادئ النادي الأهلي مختلفة عن اي نادي تاني ممكن اي لعيب يلعب فيه، ومسؤولية لبس تيشيرت النادي الأهلي الحقيقة بتحمل مسؤولية كبيرة جدا لأي فرد في منظومة النادي الأهلي، لأن كمان المركز التاني بالنسبة لنا خسارة، وده اللي احنا شفناه الحقيقة من رجال الماسترز اللي قدروا ان هم يكونوا على قد المسؤولية ويحسموا الموسم لصالحهم برباعية تاريخية عمرها ما هتتنسي طبعا، خاصة ان هي كانت في وقت قليل جدا وفي شهور قليلة جدا. طيب لو هنتكلم عن سيدات طايرة الأهلي برضو أبطال ثلاثية، الحقيقة شفنا برضو أنهم بيتألقوا خلال الفترة الماضية، يعني متبقي بس خطوة واحدة تفصلنا عن تحقيق رباعية، وبكده بقى نكون فرحنا كل جماهير النادي الأهلي سواء فتيات الذهب أو سيدات طايرة الأهلي وأيضا الماسترز. طبعا هنتحدث النهاردة في عدد كبير جدا من الأمور الفنية الخاصة بفريق سيدات طايرة الأهلي، خاصة أن يعني المشوار يمكن اتسهل شوية في مجموعتنا أو بعد ما فزنا تحديدا على السجون الكيني، اللي جاي ان شاء الله يكون سهل وان شاء الله تكون البطوله لصالحنا، والحقيقه ان احنا طبعا اكيد يعني هيكون لينا حديث مطول مع ضيوفنا طبعا الاعزاء نجوم الاستوديو التحليلي، ويمكن زي ما احنا عارفين كده المباراه اكيد هتتاخر، هتبقى بعد 8 يمكن تبقى في 8 والربع او في 8 والنصف على حسب المباراه، لسه يعني يمكن مايو كاني زي ما احنا قلنا على نصرية بجاية الجزائري لسه المباراة 2-1 وبيلعبوا دلوقتي في الشوط الرابع، هنشوف يعني ايه اللي هيحصل. دلوقتي نصرية بجاية 15 ومايو كاني 9، فيمكن المباراة تطول شوية، ممكن يلجأوا للشوط الخامس، ده اللي احنا هنتابعه مع حضراتكم على مدار هذا الاستوديو، ولكن خلينا دلوقتي نخرج لفاصل وبعد كده نستقبل طبعا ضيوفنا الأعزاء نجوم النادي الأهلي في الكرة الطايرة عشان نتحدث معاهم على المباراة المقبلة للنادي الأهلي. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويسعدني طبعا ينضم لي دلوقتي نجومي الاعزاء نجوم الكره الطايره في النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن نشأت طلعت نجم نجوم الكره الطايره في النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، نورنا ومشرفنا النهارده. اهلا وسهلا بك، اهلا بك، وربنا يكرم ان شاء الله النهارده ونكسب 3-0 برضه يا رب ان شاء الله. وكابتن ندى ايمن نجمه نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابقه للكره الطايره منوراني ومشرفاني. اهلا بك يا مريم. ان شاء الله احنا النهارده عندنا مباراه طبعا في دور ال 16، يمكن احنا قدرنا ان احنا ندخل هذه البطوله بشكل يعني بشكل جيد جدا، شفنا ماتشات هامه جدا. خليني ابدا معاك يا كابتن نشأت، شفت ازاي الماتشين اللي فاتوا في المجموعه؟ احنا كنا قلقانين شويه من السجون الكيني خاصه ان هو بياتي في المركز الثالث للاكثر تحقيقا للالقاب، احنا طبعا في المركز الاول 10، الانابيب الكيني في المركز الثاني والسجون الكيني في المركز الثالث بخمس القاب، فيمكن كنا مستصعبين المباراه دي شويه، ولكن عدت بكل سهوله طبعا بجانب المباراه الاولى امام بجايا الجزائري. شايف ازاي المشوار اللي فات او المباراتين اللي فاتوا في المجموعه الخاصه بالنادي الاهلي؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، مع فريق كينيا عامه او الجزائر بيبقوا جايين قدام النادي الاهلي بيبقوا شادين حيلهم شويه، وهي فرقه كويسه فيها عناصر كويسه وبيبقى الماتش في الملعب،
فاهماني؟ فان احنا نعدي الماتشين دول بسلام، فان شاء الله ده مؤشر كويس ان احنا ناخد البطوله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن ندى، شايفه ازاي اللي فات؟ خاصه طبعا احنا عارفين فرق افريقيا بيبقى عندها بدنيات عاليه جدا، ولكن احنا يمكن كابتن ابراهيم مش مدي فرصه لموضوع البدنيات ده، هو انت عارفه التمارين مستمره، فرافع الحمل البدني اول باول، ويمكن ده الحقيقه اللي فادنا بشكل كبير جدا. كان مجهود وضغط كبير على اللاعبات، ولكن فادنا لما جينا نقابل الفرق الخاصه بالبطوله الافريقيه. ده حقيقه مريم، انت فاكره احنا كنا اتكلمنا في الموضوع طبعا ده قبل كده في نهائيات الدوري، انه الروتيشن اللي عملها كابتن ابراهيم بالنسبه للاعبات كلها، وانه دايما في تغييرات بتحصل في التشكيل الاساسي للفريق، ده بيخلي ان الفرقه كلها عندها استعداد بدني كويس، ان هي في اي وقت ما يحتاج اي تغيير، وان هي تقدر تواصل الموسم كله لحد نهايته. مع وصول لاخر مباريات في البطوله الافريقيه بيكون الجهد البدني للاعبات كله خلاص، الحمل بدا يزيد عليهم، فلو ما فيش توزيع للحمل دوت طول الموسم عليهم، هتلاقي الفرقه في الوقت دوت بتعاني من مشاكل كتير، سواء بقى اصابات، سواء عدم قدره على تكمله المباراه نفسها بنفس الكفاءه. فدي كلها حاجات كابتن ابراهيم يعني حاول يستغل العناصر اللي معاه كلها، بان هو يوظف كل لعيبه ان هي تبقى طول الوقت جاهزه بدنيا ومش مستهلكه، يعني تكون دايما في التوب فورم بتاعها. وانا كنت اتكلمت معاكي في الموضوع دوت، ان الروتيشن ده شيء مهم جدا للاعبات، ان هم دايما يبقى رجليهم في الملعب، ودايما يبقوا عندهم يعني الحمل البدني بتاعهم متوازن. ما تبقاش في لعيبه ما بتلعبش مثلا طول الموسم واجي احتاجها فجاه الاقي ان هي ما عندهاش اي. بس هو برضو يا كابتن ندى كان جاله فتره كان مثبت تشكيل، احنا شفنا في عدد من المباريات طبعا مثبت تشكيل، بس انت دايما هتلاقي على الاقل في بوزيشن او اثنين، يعني ممكن تكون البلاي ميكر بتكون ثابته يعني وقت طويل شويه الى حد ما، لان هي يعني صعب ان انت تغيري المعده في المباريات يعني بشكل مستمر. انما بقيه اللعيبه هتلاقي في روتيشن في مركز ثلاثه، يعني بنشوف ميار بتلعب، بنشوف آية خالد بتلعب، بنشوف مي غزال بتلعب، دايما هتلاقي في المباراة نفسها التلاتة شاركوا، سواء بقى يعني واحدة شاركت شوط، واحدة شاركت شوطين، واحدة لعبت التلات أشواط، لكن في هما التلاتة موجودين في الملعب. هتلاقي مركز أربعة نفس الكلام، سارة أمين بتشارك في بعض الأوقات، دعاء الغباشي موجودة المحترفة بتشارك في مركز اثنين، ندى حمزي موجودة، أو ساعات سارة أمين بتلعب في مركز اثنين، فهم كلهم يعني يعتبر التشكيل الأساسي مش مكرر من ست لاعبات، لا نقول ممكن نقول 8 او 9 لاعبات، مش هيقدر يلعب بال 12 طول الماتش طبعا، ما هو لازم يثبت شويه بس، لكن في تغييرتين او ثلاثه هم موجودين على طول في الملعب، رجليهم على طول في الملعب. ده مهم جدا، يعني مهم ان انا ما ابقاش مثبته سته، يحصل اي حاجه لا قدر الله، اي اصابه، اي حاجه، واحده النهارده مش في يومها، ابقى انا بره مش عارف هعمل ايه، ما هو اللعيبه اللي بره ديت برده محتاجه ان هي تكون بتلعب. فلما يبقى كلهم بيشاركوا حتى ولو بنسب متفاوته، يعني مش كلهم بيشاركوا بنفس القدر ولكن بيشاركوا، مهم ان هم يكونوا طبعاً متعودين طبعا على اجواء المباريات، خاصه في البطوله الافريقيه دي. خلينا قبل ما نكمل كلامنا، الحقيقه بعد ايام قليله احنا كنا بنتكلم على تلاحم المباريات وتلاحم البطولات، وده اللي يعني اي حد موجود في النادي الاهلي بيكون متعود على ده. عقب ايام قليله جدا من تاهل رجال سله الاهلي طبعا لنهائيات البال او الباسكتبول افريكان ليج في رواندا، الحقيقه ان النهارده كان في مباراه انتهت منذ دقائق قليله بفوز النادي الاهلي وتاهله الى نهائي كأس مصر، فاز 67-66 على نادي الجزيرة. إن شاء الله بكرة يحسم المباراة لصالحه ويكون الكأس من نصيب رجال سلة الأهلي، علشان بقى تكون ألعاب الصالات كلها مفرحانة كده بشكل مستمر، ويمكن خلاص نهائي كمان البطولة الأفريقية اللي احنا بنتكلم عنها دي وعن مبارياتها النهاردة. النهائي الخاص بيها هيكون يوم 4 مايو إن شاء الله المقبل، يعني خلاص عقب يعني 4 أيام. فالحقيقة احنا عندنا أفراح كتير جداً ورا بعض، الحمد لله الحمد لله يعني، وده اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي، وان شاء الله تكمل فرحتنا بكره برجال سله الاهلي ويحصلوا على لقب جديد وهو لقب كاس مصر ان شاء الله. طيب كابتن نشأت، خليني اجي لك. يمكن احنا كنت بتكلم مع كابتن ندى عن فكره التشكيل وعن تثبيت التشكيل. كابتن ابراهيم الحقيقه بيدير المباريات الخاصه بيه بهدوء شديد جدا، ويمكن الهدوء ده بينعكس دي حاجه احنا دايما بنتكلم عنها، بينعكس الحقيقه على ارض الملعب، والهدوء ده الحقيقه يمكن بيبقى عامل مهم للاعبات ان هم يتمتعوا بيه عشان يخلصوا المباريات زي ما احنا شفنا بفرق سكور ليهم. شايف ازاي التشكيل الخاص والتكتيك الخاص بكابتن ابراهيم خلال المباريات الماضيه، وهل
يستمر عليه في المباراة النهاردة أمام ساندوني أولمبيك، ولا ممكن أنه هو يبقى عنده مفاجآت في تشكيل النهاردة؟ بص، هنتكلم في أول نقطة أن كابتن إبراهيم بطبيعته هادي جدا يعني هادي جداً. أنا اتمرنت معاه أكتر من 5 سنين طبعا. هو هادي، أعرف هو بيعمل إيه، ماشي على خطى ثابتة جدا، عارف مين اللي معاه في الملعب ومين اللي جاهز معاه بره، وعارف التغييرة دي هتحصل إمتى، وممكن تلاقيها بتتكرر كل شوط، ما عندوش مشكلة. يعني كابتن إبراهيم هو عارف هو بيعمل إيه. فتثبيت التشكيل نوعا ما هو بيبقى مستريح له جميل مع التغييرات اللي معاه بره، عارف لو مين مش جاهز مين بديله. بس فهو بيدير المباراة بخبرته. طيب بالنسبة للمباراة اللي بتسبق على طول، مباراة النادي الأهلي أمام ساندوني أولمبيك، الحقيقة إن هي هيلجأوا لشوط خامس زي ما توقعنا، مباراة طبعا مايو كاني إيفولوشن الكاميروني ونصرية بيجاية الجزائري، دلوقتي 2-2 وهيلجأوا لشوط خامس علشان نشوف مين هيحسم المباراة لصالحه. وكده طبعا بطبيعة الحال مباراة النادي الأهلي أمام ساندوني أولمبيك هتتأخر، يمكن تلعب كمان بعد 8:30 علشان اكيد زي ما احنا عارفين الوارم ابس اول تسخين يعني بيبقى فيه نص ساعه بتسبق المباراه. فيعني نامل خير ان شاء الله، وان شاء الله زي ما بنقول كده كل تاخيره وفيها خير. طيب خليني اروح لكم برضو كابتن نشأت، يمكن ما كانش فيه فرصه ان احنا نتكلم عن تكريم مجلس اداره النادي الاهلي لرجال الماسترز، اكيد ده مشهد متعودين عليه من النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. شفنا على طول عقب المباراه اقل من 24 ساعه كان في تكريم طبعا، وكابتن محمود على الرغم ان هو بيمر بظرف صحي ولكن اصر ان التكريم ده يقام في موعده علشان هم كانوا يستحقوا التكريم ده من بيتهم طبعا النادي الاهلي، لان هم حققوا موسم استثنائي وكانوا واعدين مجلس اداره النادي الاهلي بيه وكمان جماهير النادي الاهلي. شفت التكريم ده ازاي؟ ده تكريم مشرف طبعا، ودي مش حاجه جديده على النادي الاهلي، هو بيكرم اولاده، وكان قبليه اثناء البطوله كمان كان بيكرم بعد الدوري على طول كان برضو كرمهم عمل لهم عزومه في رمضان. لا، واثناء البطوله اساسا كان في تكريم لاولاد النادي قدام اللاعبين طبعا. اساطير النادي يعني كرم ناس كتير، ودي مش جديده على النادي الاهلي. يعني كابتن محمود الخطيب اصر فعلا الموضوع ده يحصل، لان هم كانوا طلعوا معاه رجاله، هم كانوا واعدينه مظبوط ان احنا نصالح جماهير النادي الاهلي، دي اول حاجه. تاني حاجه مجلس الاداره، فهم طلعوا رجاله فعلا، يعني سواء عبد الله سواء احمد سواء الفريق كله بصراحه، حتى الناس الجدد اللي هو حماده جه برضو عرف يخش في وسطيهم طبعا، عشان في اتنين مهمين جدا في النادي الاهلي، عبد الله واحمد صلاح، بيحتوي اللعيبه الصغيرين طبعا. شفنا الحسيني بمستوى طبعا هايل، فده كان وعد منهم لكابتن محمود الخطيب ان هم ان شاء الله يكسبوا الرباعيه، فربنا كرمهم الحمد لله. هم عايز اقول حاجه بس، هم تعبوا يعني، دي حقيقه. هم قالوا ده كان في ضغط كمان طبعا، في احمد عزب عنصر جديد وحاجه مشرفه، فالنادي الاهلي ولاد باذن الله. دي حقيقه. وشفنا كمان لقطه يا كابتن نشأت برضو من عبد الرحمن الحسيني العزب لما سلموا الجائزه مناصفه، شايف ان هو يستحق ده، وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه عن النادي الاهلي، انكار الذات وفكره يعني برضو انه لما يشوف ان حد عامل حاجه في نفس المركز ونفس البطوله، لا لازم برضو ان هو يعني زي ما بيقول كده انا ما قدرتش ان انا اخد الجائزه لوحدي، كان لازم برضو عزم يتسلمها معايا. ما دي روح النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي، يعني الحسيني ابن النادي الاهلي من ناشئين النادي الاهلي. يعتبر احمد عزب تاني سنه ليه جاي من بره، بس روح النادي الاهلي بتغطي اي حاجه طبعا. هو الحسيني لعيب محترم جدا، يعني جداً انا مرنته صح. انا مرنته، ولد محترم مجتهد جدا، ما انكار الذات في الملعب دي حاجه طبيعيه فيه. يعني كنا بنشوف مثلا في الماتشات في كور ما ناس كانت ممكن تسيبها وحد ما يقول لك خلاص بعيد عني، لا الحسيني كان بيعمل التراي ويروح يجيبها، دي روح الحسيني من هو صغير في النادي. والاخلاق كمان يا كابتن نشأت، انت بتتكلم احنا عندنا النادي الاهلي بيكون مصر على حاجه مهمه جدا، مش بس ان هو يكون لعيب كويس ولكن الاخلاقيات الحقيقه بيبقى لا. عندنا عنصر مهم جدا، لعيبته في النادي الاهلي واكيد عارفين حاجه زي كده، وده اللي احنا شايفينه. طبعا اولاد النادي الاهلي يعني ده احنا بنشوفه
تحديدا يعني طبعا كل الفرق، بس الحقيقه تحديدا رجال طايره الاهلي بيتمتعوا باخلاقيات عاليه جدا، حتى الاساطير فيه ما تلاقيش حد فيهم مغرور، لا لا خالص، ما تلاقيش حد نموذج فيهم بيتعامل بتعالي. لا الحقيقه لا. رغم ان هم اساطير على المستوى يعني مش بس المحلي ولكن ايضا الافريقي، ويعني يمكن معروفين طبعا عالميا دولي. ودي حاجه كبيره جدا بنشوفها من دايما اساطير النادي الاهلي، ده اللي احنا متعودين عليه. كابتن ندى، شفتي ازاي التكريم ده؟ خاصة أنت واحدة من أبناء أو بنات النادي الأهلي، ودي حاجة مش جديدة على النادي الأهلي، ولكن فكرة تصميم برضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه هو يكون في تكريم على طول بعدها ب 24 ساعة ومكافأة ليهم كمان على مجهوداتهم، شفتي المشهد ده إزاي؟ خاصة أنه جه في وقت الحقيقة قدروا رجال طائرة الأهلي أن هم يوفوا بعدهم لمجلس إدارة النادي الأهلي. هو زي ما كابتن قال طبعا، هو ده رد سريع من مجلس الإدارة تكريما للفريق، لأن هو حافظ على الأربع بطولات زي ما وعدهم. طبعا هو هيبقى فيه يعني النادي الأهلي بيكرم ولاده مرة واثنين وثلاثة، وبيبقى فيه حفلة جماعية بيكرم فيها الألعاب طبعًا. الجماعية كلها، ولكن هو ده خاص بيه فرقة الرجال، لأن هم زي ما قلنا هو كان فيه إخفاق الموسمين اللي فاتوا، والرد جه الموسم دوت بالاربع بطولات، فكان لازم يبقى في رد من مجلس الاداره سريع يعني خصوصي للفرقه ديت كنوع من انواع التشجيع ليهم، وانه يعني احنا شايفينكم ومقدرين اللي انتوا عملتوه. فطبعا دي لفته يعني بصراحه رائعه من مجلس الاداره ومن كابتن محمود الخطيب، يعني ان هو حاول ان هو يخص الفرقه بتكريم ليها قبل ما يبقى في تكريم للفرق الجماعيه كلها. طبعا كابتن نشأت، احنا اوف اير اتكلمنا في نقطه مهمه جدا، انا بفتن على الحاجات اللي بتحصل اوف اير عادي. انت قلت انه فكره الفوز برباعيه ده صعب جدا، وده يمكن كانت واحده من رسائل كابتن محمود الخطيب امس الحقيقه في رسائله لفريق الماسترز، فكره الفوز برباعيه وتحقيق موسم الحقيقه بالعلامه الكامله دي حاجه صعبه جدا، وبتحملهم مسؤوليه للي جاي، وان اللي جاي هيكون اصعب. انت قلت تحديدا لو وقعنا في بطوله واحده دي هتبقى مشكله، هل ده عدل ولا ده نصيب اي حد بيلعب في النادي الاهلي لازم يتحمل فكره ان الجمهور حتى لو بطوله واحده، يعني في انديه ما بتحققش بطولات خالص على مدار سنين، احنا عندنا لو بطوله واحده بس اخفقنا فيها لا بيبقى في لوم كبير جدا لعيب. ايوه، عشان احنا عودنا النادي الاهلي، والنادي الاهلي معودنا من صغرنا ان انا اخش بطوله اول تاني بالنسبه لي خساره. فاحنا متعودين من صغرنا على كده، فانا لما اكون معود مجلس الاداره ومعود المدربين بتوعي ومعود الجماهير على سيستم معين، اكيد لو حاجه وقعت مني الناس بتزعل. بس لكن ممكن ابقى غصب عني طبعا، بس ممكن طبعًا. ابقى في اصابات، في عدم توفيق، مش موفق انا في البطوله دي في اليوم دوت. ده اللي حصل برضو مع كابتن ميدو وكابتن حمدي، يعني 7 سنين و9 سنين لما وقعوا الناس زعلت. عشان احنا متعودين على المكسب، النادي الاهلي نمره واحد طبعا، ويظل دايما رقم واحد. كابتن ندى، عايزين نتكلم شويه عن مستر فرناندو طبعا قبل ما نروح للماتش الخاص بالنهارده لسيدات طايره الاهلي. الحقيقه مستر فرناندو من اول ما تولى مسؤوليه الفريق في شهر 7 الماضي، واحنا شايفين تكتيك محترم جدا في ارض الملعب، شايفين روتيشن بشكل كبير جدا، بيعتمد دايما على الروتيشن المستمر في المباريات المختلفه، ما فيش حد اساسي وحد يبقى مش اساسي لفترات كبيره. شايفه ازاي اداء مستر فرناندو منذ طبعا بعد تحقيق هذا الموسم الكبير والاستثنائي؟ بصي انا عن نفسي يعني عشان انا من ناشئين النادي الاهلي، فانا مقدره قوي اللقطه بتاعت ان احنا نبدا نشارك اللاعبين صغار السن طبعا، يعني ده شيء كان بقالنا فتره طويله مفتقدينه بصراحه، يعني انه يطلع لعيب ناشئ وياخد فرصته ويثبت نفسه ويلاقي ان هو اما بيبذل مجهود وبيحقق حاجه هيبقى ليه مكانه، ده شيء مهم جدا للي بيلعب وللعيبه اللي هتطلع من تحت تاني. فانا يعني انا سعيده جدا بان اللعيب زي الحسيني يلعب وياخد احسن ضارب في افريقيا طبعا. دي يعني لفته بصراحه يعني كانت مهمه، يعني الحسيني مستواه كده كده كان كويس، لا بس ما كان يعني ما كانش واخد فرصته كمان، ما كانش واخد فرصته طبعا. لعيب زي عصران ما كانش واخد فرصته، لعيب زي احمد عزب ما كانش واخد فرصته. اللعيبه دي اما لعبت اثبتت نفسها، يعني لا انا يعني اجزم ان دول بقوا احسن ثلاث فرد اربعات في مصر حاليا مزبوط. يعني لو معاهم فرد او اتنين من بره بس ما كانوش متشافين، ما كانوش متشافين خالص، فدي طبعا حاجه تحسب للمدرب، يعني هو حتى لو كانوا هم موجودين في القوام بتاع الفريق لكن ما كانوش بيظهروا، هو اللي اظهرهم، هو لمعهم يعني بمعنى اصح، ظهروا للناس بشكل
مختلف عن اللي احنا متعودين عليه منهم، ان هم بينزلوا تغييره نقطه او اتنين، او بينزلوا في وقت المحترف اللي موجود في اربعات مش موجود. كويس ان احنا قدرنا يعني ما نبقاش محتاجين ان احنا نجيب محترف في مركز اربعات، عندنا قوه ضربه في مركز اربعات تخلينا مستكفين ان احنا ما نبداش ندور على محترف، عكس السنين اللي فاتت ان احنا كنا بنبقى محتاجين ان يبقى في محترف معانا في مركز اربعات. فانا يعني شايفه ان هو مدرب عنده رؤيه فنيه كويسه جدا، ان هو قدر ياخد خطوه زي ديت، عنده ثقه في اللعيبه اللي معاه وعارف قدراتهم كويس، ان هو يقدر يحملهم مسؤوليه. هو راهن وكسب الرهان بالزبط. يعني هو راهن عليهم وكسب الرهان بشكل كامل الحقيقه، وان هو يبقى واثق في قدراتهم ان اللعيبه دي هتقدر تستحمل ضغط جمهور وضغط ان هي تشيل النادي الاهلي في المركز ده. مركز مش سهل برده، مركز يعني هو يعتبر نص الملعب لو بنتكلم على دفاع او ضرب او بلوك او ارسال، فهو يعتبر اهم مركز في الملعب. الفردتين بتوع اربعات دول يعني من غيرهم ما يقدرش يلعب، فلو هو معتمد على فردتين صغار في السن وبدون خبره تكفي وقدر يحقق بيهم البطولات دي حاجه تحسب للراجل طبعا، يعني طبعاً حاجه هايله. ونزود عليهم طبعا الروتيشن اللي عامله في مركز ثلاثة بين التلات لاعبين بتوع مركز ثلاثة، قدر اللعيب حماده يندمج بسرعه هايله، يعني ان هو يخش في الفرقه والفرقه تحتويه ويقدر ياخد على نظام اللعب والسيستم اللي بيلعب بيه. دي حاجات كلها تحسب للمدير الفني يعني. طيب كابتن نشأت، خليني اروح لك بقى لسيدات طايره الاهلي. شفنا طبعا مجموعتنا السجون الكيني ونصريه شباب بجايا الجزائري، شفنا مباراتين انتهوا بنتيجه 3-0، وشفنا اداء كبير من سيدات طايره الاهلي، ولكن دايما بيبقى في بعض التعليقات او ممكن بعض الاخطاء اللي بتكون موجوده في اي مباراه. شايف ايه الاخطاء اللي احنا لازم نتفاداها في مباراه اليوم، كانت موجوده في المباراتين اللي فاتوا ومحتاجين ان احنا نتفاداها في المباراه دي؟ الرسالات لازم تبقى متقنه قوي، لان الرسالات ده 50% من المكسب. طبعا عندنا الليبرو جميله قوي، فاهماني؟ بسم الله ما شاء الله عليها السنه دي، لا في فورمه كويسه قوي مع كابتن ابراهيم. البلوكات بتاعتنا لازم نظبطها قوي، لان معظم الافارقه عامه بيطلعوا ما لهمش ستايل، فما تعرفيش انت ستايلهم ايديه راحه فين، الكره راحه فين، فلازم نركز قوي في البلوكات بتاعتنا النهارده. طيب كابتن ندى، يمكن عايزين نتكلم على عدد من العناصر اللي كانوا موجودين والحقيقه يعني صنعوا فارق خلال الفتره الماضيه. يمكن ندى حمدي، ميار خليفه، عندنا برضو عوده سهيله مره تانية للماتشات. شايفه ازاي العناصر الموجوده عندنا في الفريق السيزون ده والاعتماد عليهم بشكل كمان، وعلى المنضمين حديثا زي ما بنقول يمكن ابرزهم ندى حمدي؟ طبعا احنا بنتمنى طبعا ان ايه الشامي تستعيد قواها يعني وترجع طبعاً لمركزها ان شاء الله. احنا بدات تنزل الملعب كده واحده واحده، فبنتمنى لها ان هي ترجع بسرعه. طبعا ندى اضافه كويسه في المركز اثنين، لان هي لعيبه قامتها طويله رشيقه، عندها جامب كويس، بتقدر تتصرف في الكور بشكل مميز، فهي طبعا اضافه في المركز دوت، خصوصا بعد اصابه ايه. وشفنا كمان ساره امين بتلعب في المركز دوت السنه دي، كابتن ابراهيم اكتشف فيها كده حته مركز اثنين يعني، فبتأدي فيه برده بشكل هايل، انا شايفاها مميزه جدا، بتقدر تضرب من اثنين ومن اربعه، فدي حاجه مش سهله يعني على لعيب بالذات مركز اربعه ان هو يقدر يتحكم في الزاويه في الضرب من الزاويه الثانيه. فساره ما شاء الله برده أدت في المركز ده بشكل مميز. ميار بصراحه انا من وقت طويل ما شفتش ميار من قبل ما تطلع إعارة، أما رجعت أنا اتفاجئت بصراحة بمستواها، هايلة ما شاء الله عليها، مميزة جدا في الإرسال، حائط الصد بتاعها مميز، الضرب السريع بتاعها مميز جدا، فبصراحة أنا فاجئتني يعني، أنا ما شفتش ميار من أيام كانت لسه بتصعد يعني. فما خرجت إعارة ورجعت، لا أنا اتفاجئت بمستواها بصراحة، هايلة 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 فعلا. معاها طبعا آية خالد بدأت تاخد أكتر شوية في مركز ثلاثة، كبير طبعا. هايلة من أحسن الإرسالات في مصر. أنا شايفة أن هي يعني مقدمة شكل جديد ليها خالص، مميزة جدا، مستواها إلى حد كبير ثابت. أنا بالنسبة لي إرسالها يعني زي ما بقول لك هو خلاص رقم واحد في مصر، إرسالها ما شاء الله عليها يعني، مميزة جدا فيه، ويا ريت تستمر عليه
تزود فيه، لان ده نقطه مميزه قوي ان الارسال بتاعك يبقى موجه وقوي وبنقطه مباشره. لازم بالظبط. فهي بصراحه مميزه جدا. عندنا كمان نهال جمال، هي ما بتظهرش قوي الليبرو الثانيه، لان ندى زي ما الكابتن قال بصراحه مقدمه موسم خرافي يعني ما شاء الله عليها، ربنا يحميها. ندى ما شاء الله ربنا يحميها، ومش من السنه دي يعني، هي بقى لها كذا سنه مميزه. فهي برضو يعني الى حد كبير مش مديه فرصه ان حد يدخل معها في المركز دوت يعني، نتمنى دايما موفقه يعني. ولكن نهال طبعا برضو خبره كبيره يعني وتاريخ في المركز دوت، لو احتاجها كابتن ابراهيم في اي وقت هتكون موجوده معانا. كمان سهيله رجعت، طبعا سهيله بس هي راجعه من اصابه برضو يعني، ربنا يكمل شفاها على خير. لكن هي طبعا اضافه كبيره في مركز صناعه الالعاب، لعيبه مميزه وجمبها عالي وبلوكها كويس وصوابعها مميزه جدا، فكلها اضافات مع المحترفه يعني اثقلت الفريق جدا. ونتمنى لهم ان هم النهارده ان شاء الله يفرحونا ويوصلوا ان شاء الله لنهائي البطوله وياخدوا الكاس ان شاء الله. طبعا احنا شايفين بس الكابتن شروق وكابتن شروق طبعا ربنا يكمل شفاها على خير. عمليه كبيره يعني بصراحه، عمليه كبيره، وهي يعني زي ما قالت قبل كده في تصريحات ليها ان هي بتاجلها بقى لها سنين عشان تكون مع الفريق، وده حرامها ان هي صراحة وصلت لمرحله صعبه يعني طبعاً. ربنا يعني بجد يكمل لها شفاها على خير، لان هي مركز البلاي ميكر ده في الاخر هو بيعتمد على الصباع الكبير دوت. فيعني لو هي في ند لا صباعها كان وصل لمرحله صعبه، بقى لها سنتين هي اتكلمت عن ده لا، وهي حاولت تيجي على نفسها كتير وتكمل الموسم، لكن هي وصلت في الاخر لمرحله ان الدكاتره قالوا لها يعني انت بتخاطري ان صباعك ممكن ما يتحركش تاني. فيعني لا، كان لازم تاخد الخطوه دي في الوقت دوت يعني، حاجه صعبه عليها يعني. كنت بتكلم معاها من كام يوم، حاجه صعبه عليها جدا طبعا ان هي ما تحضرش البطوله الافريقيه وما تبقاش موجوده، وان البطوله نفسيا كمان هيبقى صعب. كان نفسها ان هي تلعب البطوله لان هي في النادي الاهلي وسط الجمهور وكل الحاجات ديت، بس هي كان يعني قرار غصب عنها يعني، قعدت تاجله كتير لكن كانت مضطره ليه، لانه زي ما بقول لك هي وصلت لمرحله ان في قطع كامل في وتر الصباع دوت، فمش هتقدر يعني، الموضوع بقى صعب. ان شاء الله ترجع لنا بسلامه ونشوفها تكون بتحتفل بقى كمان يعني مع لاعبات طايره الاهلي. مش شرط ابدا يكون وجودها في الفريق، ولكن اكيد وجودها في ضمن الاحتفالات وايضا عشان تساند زميلاتها ده شيء مهم وبنشوفه دايما من لاعبات النادي الاهلي. يمكن المشاهد اللي احنا شفناها او اللقطات اللي احنا شفناها دي كانت طبعا المباراه الاولى للنادي الاهلي او فتيات الذهب امام نصريه بجايه الجزائري. الحقيقه ان ده كان يعني دي كانت ضربه البدايه وكان وان سايد جيم، خاصه ان كان العناصر اللي بتشارك في الفريق المنافس كان عناصر صغيره السن ويمكن ما عندهمش او ما بيتمتعوش بخبرات كبيره. فالحقيقه يعني على ما اتذكر كانت الاشواط 25/9 25/10 25/11، فالحقيقه يعني كان مباراه كبيره جدا من سيدات طايره الاهلي وكانت سهله بالنسبه لهم، وكمان كانت يعني زي ما بنقول كده وان سايد جيم. طيب احنا هنخرج لفاصل وهنرجع لحضراتكم مره ثانيه عشان نستعرض بقى مشوار النادي الاهلي وايضا الفريق المنافس ليه النهارده سان دوني اولمبيك، وان شاء الله يعني بقى نشوف ممكن النهارده تكون النتيجه ايه طبعا مع كباتننا الكبار في الاستوديو. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويعني دلوقتي حالا انتهت مباراة مايو كاني ايفولوشن الكاميروني ونصرية بجاية الجزائري بفوز مايو كاني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. وكده بقى يعني يمكن المباراة الخاصة بينا تبتدي في تمام الساعة يعني 9 مساء، كده هي تأجلت ساعة بدلا من 8 هتلعب في الساعة 9 مساء. نتمنى كل التوفيق لسيدات طايرة الأهلي. خلينا استعرض على حضراتكم نتائج دور ال 16 اللي حصلت النهارده في بطولة الأندية الإفريقية للكرة الطايرة سيدات في نسختها ال 37. البداية كانت مع الكحول الإثيوبي، فاز على الجمعية الرياضية الجزائري بنتيجة 3-1. البنك التجاري الكيني فاز على أسك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-0. المباراة اللي بعدها كانت السجون الكيني فاز على الجمارك النيجيري بنتيجة 3-0.
الزمالك فاز على سوكوسيم السنغالي بنتيجة 3-0. وأخيرا دلوقتي المباراة اللي انتهت منذ دقائق قليلة، مايوكاني إيفولوشن الكاميروني فاز على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3-2. ويمكن دي كانت أصعب مباراة في دور ال 16، لأن احنا زي ما احنا شايفين كل المباريات أو ثلاث مباريات تحديدا انتهت بنتيجة 3-0، سواء البنك التجاري أو السجون الكيني والزمالك انتهت بنتيجة 3-0، باستثناء طبعا مباراة الكحول الإثيوبي على الجمعية الرياضية الجزائري انتهت ب 3-1. أما مايوكاني إيفولوشن الكاميروني انتهت طبعا بنتيجة 3-2 على ناصرية بجاية الجزائري. طيب خليني اجي لك كابتن نشأت. يمكن احنا بنتكلم النهارده على يعني شفنا سجون الكيني الحقيقه قدر ان هو يحقق طبعا فوز على اكثر من فريق في مشواره او طبعا في المجموعه الخاصه بيه، ويعني يمكن احنا كنا خايفين شويه من المباراه دي، ولكن على عكس توقعاتنا الحقيقه قدرت ان هي تعدي بسهوله. شايف ايه الاسباب اللي خلت النادي الاهلي يكسب المباراه دي بكل سهوله على الرغم من ان احنا كنا متوقعين عكس كده، ان احنا كنا متوقعينها اصعب من كده؟ هو بص، ميزه كابتن ابراهيم ان هو قبل ما يخش يلعب اي مباراه بيبقى مذاكر الفرقه كويس قوي، عارف مميزاتها ايه وعيوبها ايه، فبناء على كده هو بيعرف يتحكم في ريتم المباراه ويعرف يلعب على الثغرات اللي فيها. فده نوعا ما اللي سهل لنا المباراه قوي، بس يعني هو عارف نقط ضعفهم ايه، فلعب على نقط الضعف دي، عارف ايه القوه عندهم، فعارف يوقف نقاط القوه عندهم. فبناء على كده المباراه مشيت سهله بالنسبه لنا. تتوقع ان مباراه النهارده يمكن ساندوني اولمبيك احنا برضو ما عندناش درايه بيه كافيه بالنسبه لنا، يمكن هو فريق مجهول بعض الشيء، يعني ما كسبش ولا مباراه لا ولا مباراه في مجموعته، ما كسبش ولا مباراه. احنا هنستعرض برضو دلوقتي مشواره، ويمكن خلينا الاول نستعرض طبعا مشوار سيدات طايرة الاهلي. طبعا في الجوله الاولى فاز على ناصريه بجاية الجزائري بنتيجه 3-0، بعديها في الجوله الثانيه فاز على السجون الكيني ايضا بنتيجه 3-0، العلامة الكاملة طبعا في المجموعة الخاصة به وتصدر المجموعة. أما بالنسبة بقى لفريق ساندوني أولمبيك، الحقيقة أنه هو في مجموعته كان في المجموعة الثالثة من البطولة الأفريقية، خسر الثلاث جولات الخاصة به. أول خسارة كانت أمام مايوكاني إيفولوشن الكاميروني بنتيجة 3-2. في الجولة الثانية خسر أيضا أمام كاستم سيرفيس النيجيري بنتيجة 3-0. وفي جولته الأخيرة في المجموعة الخاصة به وهي المجموعة الثالثة خسر أمام الأنابيب الكيني بنتيجة 3-0. فيمكن برضو خلينا نتكلم كده يا كابتن، ان احنا عندنا الخساره دي اكيد في صالحنا، لان هم معنوياتهم مش تبقى مرتفعه، هيبقى عندهم يمكن هم برضو ايه زي ما بنقول كده اكيد عايزين يكسبوا الدور ال 16 او الجوله دي، ولكن برضو الخساره بتاثر كتير جدا على الفريق نفسيا، والنفسيه اكيد بنشوفها بتنعكس في ارض الملعب، وده حاجه تحسب لنا النهارده ان هو خسر في جولاته الثلاثه. بص حضرتك، انت لو جيت في اول مباراه خسر 3-2، معنى كده ان هو كان نازل عايز يكسب طبعا، وعامل استعداد ان هو يبقى ليه دور في البطوله حتى لو دور مشرف. في المباراتين المتتاليتين خسران 3-0، معنى كده ان هو زهق، بس بيجي قدام اي فريق، بيجي قدام النادي الاهلي بيبقى عايز يلعب للشهره، بيلعب قدام نادي كبير فريق كبير، فبيبقى عايز في الاول بيشد حلو، لما بيلاقي ان الدنيا صعبه ف بيستسلم. برضو انا مقتنع بحاجه ان الكابتن ابراهيم فخر الدين هيعرف يدير المباراه زي ما هو عايز، واتوقع ان هيبقى في تغييرات النهارده وفي روتيشن كتير في الملعب عشان الدور اللي جاي. فاجئنا يعني كابتن ابراهيم النهارده؟ ان شاء الله. ده توقعي. عايزين نتفاجئ. يعني احنا طيب كابتن ندى، خلينا اجي لك بالحديث عن كابتن ابراهيم. احنا دايما بنتكلم ان هو بيبقى ليه سيناريوهات مختلفه. النهارده الفرقه بالنسبه لنا مش كتاب مفتوح، مش عارفينها قوي، لم يحصلوا على اي القاب، خسروا جولاتهم الثلاثه تحديدا الجوله الثانيه والثالثه الخاصه بيهم 3-0، يعني كانت يمكن مباريات في متناول الفرق المنافسه ليه. طبعا كابتن ابراهيم عنده من الخبره ما يكفي ان هو يقرا سريعا الفرقه اللي قدامه حتى لو ما كانش اتفرج عليها قبل كده او ما كانش على درايه كامله بيها. شايفه النهارده ازاي هيتعامل كابتن ابراهيم بخبرته طبعا الكبيره مع مباراه ساندوني اولمبيك؟ بصي، احنا يعني الورقه الوحيده اللي قدامنا دلوقتي ان هو مشواره في المجموعه، هو كان خسران اول مباراه من مايوكاني،
3-2، ومايو كاني النهارده فاز على نصريه بيجايه اللي كانوا معانا في المجموعه 3-2. فاحنا يعني الحاجه الوحيده اللي يعني نقدر نستشفها ان هو يعني يعتبر تقريبا في نفس مستوى فرقه نصريه بيجايه اللي احنا كانت معانا في المجموعه يعني. وهو فريق اول مشاركه افريقيه ليه، فهيبقى اكيد يعني برضو مش فريق قوي، مش بينافس، لكن هو عايز اكيد يظهر بمظهر مشرف. اعتقد ان كابتن ابراهيم هيتعامل مع المباراه يعني بنفس التعامل اللي اتعاملوا معاه في الادوار الاولانيه، ان هي مباراه سهله الى حد كبير، محتاج يشوف فيها يجرب فيها اكبر قدر من اللعيبه، يشوف التشكيل اللي هيبقى محتاجه يثبت عليه في المباريات النهائيه. يعني انا اعتقد ان دي هتكون حصه تدريبيه للفريق، اللاعبات اللي ما شاركتش المفروض ان هي تشارك النهارده. مباراة سهلة إلى حد كبير، بس نقدر نقول عليها إن هي وان سايد جيم ولا دور ال 16 صعب؟ وان سايد جيم النهارده؟ وان سايد جيم طبعا. هما بس يعني الهدف المفروض يكون النهارده إن احنا نخرج إن هو اللعيبة اللي ما لعبتش تقدر تشارك، بحيث إنه لو احتاج كابتن إبراهيم أي تغييرة منهم تكون لعبت في البطولة وخدت على الأجواء واحتكت شوية من بداية البطولة لحد ما وصلنا للنهائيات إن شاء الله. لكن هي مباراة طبعا سهلة، ما فيهاش يعني مش هيبقى فيها شد وجذب يعني، لا خالص، وان سايد جيم. طيب كابتن نشأت، يمكن احنا استعرضنا دلوقتي النتائج الخاصة كلها بدور ال 16، تتوقع النهائي يبقى مين ومين؟ أو مين ممكن يوصل لسيمي فاينل وفاينلز يعني؟ هو ممكن لو بصينا كده بتوع كاميرون بالذات بيبقوا جايين متحفزين يعني، بيبقوا متحفزين وعندهم بتبقى عندهم فرق حلوه، عندهم فرق جامده يعني. احنا عندنا مايو كاني اللي لسه كسبان المباراه الخاصه بيه النهارده، ممكن برضو نتوقع نلاقيه سيمي فاينل فاينل. ممكن السجون الكيني برضو، السجون الكيني طبعا فرقه يعني معمول لها 100,000 حساب من الاول يعني. طبعا، وهي كمان يعني يمكن حاصلين على 3 ألقاب، متعودين على البطوله الافريقيه وعلى الادوار النهائيه كمان. متعودين. هتيجي تبص في التصنيف الاخير هنا، بص على الترتيب، الانابيب الكيني 6 يعني 6 ألقاب، السكون الكيني 5، فاهماني؟ طبعا الافريقي التونسي 4 ألقاب، قرطاج طبعا لقبين. بس انت هتتكلم على احنا عندنا اللي معانا دلوقتي البنك التجاري الكيني، كان برضو موجود في البطوله. لا اكيد الجمعيه الرياضيه برضو لولايه بجايه والزمالك، يعني يمكن دي الفرق اللي موجوده معانا. هم ال4 5 فرق دول هم التوقع ما بينهم، بس يعني اللي معتاد الانابيب الكيني. هم هو فرقه بتبقى حلوه قوي يعني، فاهم يعني؟ والسجون بعديها على طول، فاحنا نتوقع فرق من البنك التجاري برضو. هو البنك التجاري كان عامل مباراه ان هم يعني دايما فرق كينيا ما فيش نادي يعني، التشكيله اللي موجوده السنه دي في الانديه بيحصل لهم روتيشن يعني، كل سنه بيبقوا يعني كل سنه اللي بيلعبوا النهارده في السجون ممكن تلاقيهم البطوله الجايه بقوا في البايب لاين، البطوله الجايه في الكوميرشال بانك، يعني هم التلات انديه بيوزعوا اللعيبه على بعض وبيعملوا روتيشن منهم فما فيش يعني لو النهارده انت لقيتي السجون بيتغلب 3-0 مثلا في المجموعه او كده، فتاكدي ان الفرقتين التانيين خدوا اللعيبه اللي كانوا في السجون. فيعني انا يعني طب انت توقعاتك ايه يا كابتن ندى للسيمي فاينلز والفاينلز؟ انا اتوقع اهلي، بايب لاين، كوميرشال بانك، الزمالك. الزمالك النهائي ممكن يبقى دول السيمي، نهائي مصري ممكن، اهلي ممكن زمالك جداً. ممكن جدا تتوقع ان يبقى نهائي مصري برضو يا كابتن؟ لو الزمالك فايق، لو الزمالك لو مش فايق يعني يبقى البنك التجاري اكيد في النهائي. البنك التجاري اكيد الزمالك فايق وعايز ياخد البنك التجاري، يبقى احنا وهما فاينل يعني، مش السجون، مش احنا السجون خلاص، اصل احنا السجون مش هتكمل يعني، لو انت كسبتيها 3-0 فهي مش هتكمل خلاص، واقع في المجموعه. اوكي طيب، خلينا استعرض معاك يا كابتن نشأت الجهاز الفني لسيدات طايره الاهلي. طبعا احنا بنبدا بكابتن ابراهيم، طبعا كابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني، كابتن محمود الوزير المدرب العام، اللي هو ايهاب حسن مدير فني، محمد حسن علي محلل تقني، نادر نشأت مخطط احمال، الدكتوره هدير طبيبه الفريق، الدكتوره ياسمين اخصائي العلاج، اسماء محمد مدلك، ندى راشد اخصائي نفسي، محمد شريف اخصائي تغذيه. كابتن ندى، نستعرض معاكي القائمة الخاصة بفتيات الذهب. طبعا عندنا آية الشامي ضربة مركز 2، ندى وليد الليبرو،
تيتيانا بوكان ضريبة مركز 4، دعاء الغباشي ضريبة مركز 4، ندى حمدي ضريبة مركز 2، ميار خليفة ضريبة مركز 3، مريم ثروت صانعة ألعاب، زينة العالمي ضريبة من مركز 4، سارة أمين ضريبة مركز 4، مي غزال ضريبة مركز 3، آية خالد ضريبة مركز 3، عليا أهاني ضريبة مركز 2، دعاء محمد صانعة ألعاب، ونهال جمال لبن. طيب توقعاتك النهاردة للبداية كابتن ندى، ممكن كابتن إبراهيم يبدأ بمين؟ يعني أنا من معرفتي بكابتن إبراهيم أكيد هنبتدي بالتشكيل الأساسي. مبدئيا احنا هنبتدي بالتشكيل الأساسي، يعني دعاء وتيتيانا ومي غزال وآي خالد وندى وليد طبعا ليبرو وندى حمدي في اتنين. طيب كابتن نشأت، يمكن لو هنتكلم النهاردة على الحوافز اللي عند الفريق المنافس، يعني زي ما بنقول كده هو مش باقي على حاجة وداخل قدام النادي الأهلي، فأكيد هتبقى مباراة برضو احنا ممكن نكون مش قاريينها قوي. احنا بنتكلم ان هي وان سايد جيم، بس أكيد ممكن يبقى فيه مفاجآت مستنيانا من الفريق التاني. ولكن خلينا قبل ما نتكلم على المفاجآت دي نروح لأرض الملعب وصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وتنضم لنا زميلتنا العزيزة منى المنيسي طبعا علشان تطلعنا على آخر أكيد استعدادات فتيات الذهب لمباراة اليوم في دور ال 16. اتفضلي يا منى، سامعينك. تحياتي ليك يا مريم، تحياتي طبعا لنجوم استوديو التحليلي كابتن ندى وكابتن نشأة طلعت، طبعا برحب بيكم اكيد وبرحب بكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلتي يا مريم، احنا من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل عشان ننقل لكم كل الاجواء المتعلقه بمباراه النهارده من دور ال 16 بين النادي الاهلي وسان دوني من جزر يونيون. طبعا مباراه ان شاء الله يكون فيها النادي الاهلي متالق ونشوف مباراة قوية جدا من النادي الاهلي. زي ما تعودنا المباريات اللي فاتت كلها انتهت بنتيجة 3-0 لصالح النادي الاهلي. اول مباراة كانت مع نصرية شباب بجاية جزائري وانتهت 3-0 لصالح النادي الاهلي، والمباراة اللي بعدها كمان كانت مع السجون الكيني وانتهت ايضا بنتيجة 3-0 لصالح النادي الاهلي. واحنا النهارده في الدور ال 16 بنتمنى كل التالق والتوفيق لنادينا النادي الاهلي والفتيات الذهب. النادي الاهلي او فتيات الذهب عندهم 10 القاب من هذه البطوله، بطوله الانديه الافريقيه، وبيسعى النادي الاهلي وكابتن ابراهيم فخر الدين مع فتيات الذهب لتحقيق اللقب ال 11 من هذه البطوله. يمكن زي ما باين ورايا يا مريم، فتيات الذهب او لاعبات النادي الاهلي بداوا بالفعل عمليات الاحماء مع الجهاز الفني كله ومع كابتن ابراهيم فخر الدين. السكواد كامل النهارده ما عدا طبعا شروق فؤاد للاصابه. خليني سريعا اقول لك سكواد النادي الاهلي النهارده بيتكون من مين: آية الشامي، ندى وليد، تيتيانا بوكن، دعاء الغباشي، ندى حمدي، ميار خليفة، سلمى يوسف، مريم ثروت، زينة العالمي، سارة أمين، مي غزال، آية خالد، علياء هاني، دعاء محمد، نهال جمال، وسهيلة وفي. طبعا سكواد محترم وذهبي، وإن شاء الله نشوف مباراة متألقة كمان النهاردة يا مريم. قبل المباراة أو حاليا دلوقتي هيكون في كالعادة أو زي ما حصل في بطولة الرجال أيضا تكريم لقدامى لاعبات النادي الأهلي، اللي دايما النادي الأهلي الحقيقة مش بينسى لعبته، مش بينسى اي حد كان ليه دوره كان ليه تاثير في وجود الفرقه دي دلوقتي وفي وجود فتيات الذهب. اكيد ما كانتش حاجه وليده اللحظه او وليده الكام سنه اللي فاتوا، لا بتبقى على مدار التاريخ النادي الاهلي اجيال بتسلم اجيال. خليني دلوقتي استعرض معاكي ليست بتاعه قائمه الناس اللي هتتكرم النهارده لاعبات النادي الاهلي: كابتن أميمة جعفر، كابتن سوزان متولي، كابتن حسنية النصيري، كابتن بدرية، كابتن هيام عاشور، كابتن نسرين السعداني، كابتن نيفين عدلي، كابتن نسرين لطفي، كابتن دينا جودة، كابتن نادية طاهر، وكابتن داليا رجائي. طبعا لاعبات واسامي واسامي كبيره للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما مش بينسى اي حد ليه فضل في وجود الفرقه دي دلوقتي وفي وجود المستوى اللي احنا بنشوفه النهارده من فتيات الذهب. مريم خليني اقول لك ان احنا طبعا متاخرين في ماتشنا النهارده بسبب المباراه اللي قبلنا اللي كانت مع مايوكاني ايفولوشن وان سي بجايا، واللي انتهت لصالح مايوكاني ايفولوشن وكان في 5 اشواط. خليني اقول لك سريعا نتائج الاشواط كانت ايه: 25-19، 23-25، 25-17، 22-25 و15-10. طبعا يعني كانت مباراة قوية وكانت شهدت ندية كبيرة جدا من اللاعبات او من الفرقتين. ان شاء الله نستمتع دلوقتي بمباراة النادي الاهلي، وبالفعل كمان خليني اقول لك انه جمهور النادي الاهلي بدا بالتواجد من شوية في ارض الملعب او في المدرجات لتشجيع اللاعبات، وده طبعا اكيد بيكون حافز كبير. ودايما هم بيقولوا ان وجود
موجود، الجمهور جنبهم وبيساندهم بيفرق اكيد معاهم وبيفرق في مستواهم. ان شاء الله نشوف مباراه النهارده اكثر من رائعه، ونكون معاك يا مريم ومع كابتن ندى وكابتن كمان نشأت بنبارك لكم بعد الهواء مباشره او بعد المباراه مباشره، ونتمنى اكيد كل التوفيق للاعبات النادي الاهلي النهارده. وانا معاك يا مريم ومعاكم انتوا اكيد كلكم، لو عندكم اي استفسار تاني العوده اليكم مره في الاستوديو. اتفضل. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه منى المنيسي من ارض الملعب بصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، ويعني دقائق ما قبل مباراه النادي الاهلي في دور ال 16 من بطوله الانديه الافريقيه للكره الطايره سيدات امام سان دوني اولمبيك، اللي ان شاء الله تكون مباراه لصالحنا ونتاهل ونفرح بقى بدور الثمانيه ومن بعدها سيمي فاينل وفاينل ان شاء الله. وزي ما قالت منى يمكن كل القائمين على هذه البطولة سواء الأستاذ محمد الضماطي رئيس طبعا اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والمهندسة مي عاطف زي ما احنا شايفين أمامنا حالا على الشاشة، طبعا المهندسة مي عاطف نائب يعني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة. تكريمات الحقيقة مشاهد يعني متعودين عليها من النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، شايفين أمامنا يعني كباتن كبار في تاريخ الكرة الطايرة، ويمكن زي ما احنا متعودين كده الأجيال بتتوارث المبادئ الخاصة بالنادي الأهلي، وهو ده اللي احنا شايفينه أمامنا على الشاشة حاليا. ما بننساش أبنائنا، ما بننساش كل الرموز اللي شاركت في النادي الأهلي، ما بننساش أي حد كان ليه دور في تطوير أي لعبة من اللعبات طبعا داخل جدران النادي الأهلي وداخل جدران القلعة الحمراء. الحقيقة ده مش بس بيفرق في مشوار النادي الأهلي على مدار العصور والسنين والأزمنة، نفسيا يعني دايما نلاقي اي حد بيلعب في انديه مختلفه يقول لك انا النادي بتاعي ما كرمنيش، انا النادي بتاعي ما افتكرنيش، انا خلاص بعد ما خرجت من النادي او بعد ما بقيت العب في مكان تاني او بعد ما اعتزلت انا اتنسيت. ولكن النادي الاهلي عكس كل المنظومات الرياضيه المختلفه، لا ما بينساش ابنائه، دايما بنستغل اي محفل او اي مناسبه علشان نكرم ابنائنا من ابناء النادي الاهلي ولاعبات النادي الاهلي القدامى وكمان لاعبي النادي الاهلي القدامى، شايفين تكريم ليهم في استغلنا طبعا البطوله الافريقيه للكره الطايره رجال، وكرمنا كل من لهم علاقة ب ورموز الكرة الطايرة الرجال على مدار العصور والأجيال الماضية، وشايفين دلوقتي قدامنا برضو بنكرم كل من كان له بصمة في مشوار فريق الطايرة سيدات. طبعا زي ما احنا شايفين كابتن ندى انت اكيد طبعا يعني عارفه كتير من الموجودين. ولا كبار قوي يعني فعلا يعني لا ما لحقتش حد فيهم. ممكن دي كان جيل كابتن توتو وكابتن منى عبد الكريم. ما لحقتش حد فيهم. لا انا لحقت ان بس الحقيقه يعني مشهد جميل قوي. كابتن اميه طبعا، كابتن بدريه، كابتن دينا جوده. طبعا دينا جوده. دينا جوده يعني ممكن طبعا. لكن يعني كابتن دينا مش كبيره قوي مع 77. مش مع الجيل ده. لا مش مع الجيل ده. هما الحقيقه بيبقى كل يوم ليهم تكريمات مختلفه، ف طبعا احنا زي ما شايفين غالبا بتتسلم جائزه عن حد اخر لم يحضر يعني. بس الحقيقه هي على كل الاحوال هي مشاهد الحقيقه جميله جدا، وده اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي ان قبل بدء حتى يعني هذه المباراه في دور ال 16 شايفين ايضا فتيات الذهب ويعني العناصر الموجوده بقى دلوقتي، مشهد الحقيقه عندنا جيلين مختلفين الحقيقه، مشهد اكيد جميل موجودين في ارض الملعب. يعني يمكن كل من له دور في تطوير المنظومة الرياضية في النادي الأهلي مش بس لاعبات ومش بس نجوم بيكون ليهم تكريم، وده الحقيقة اللي احنا متعودين عليه من مجلس إدارة النادي الأهلي واللجان المختلفة بالنادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة أيضا بالتوارث، يعني مش بس الجيل الحالي أو عضو مجلس الإدارة الحالي. ده شفناه طبعا مشاهد كنا بنشوفها دايما ودائما وابدا، وهنظل نشوفها لان مبادئ النادي الاهلي لا تتعلق باشخاص ولكن تتعلق بمنظومه رياضيه كبيره اسمها النادي الاهلي ونادي القرن. وده يعني شايفينهم طبعا بيسلموا على بعض. ممر طبعا شرفي. طبعا شيء الحقيقه كبير جدا وعظيم طبعا، ممر شرفي لنجوم او نجمات الطايره القدامى اللي كانوا موجودين في صفوف النادي الاهلي.
شيء جميل الحقيقة جدا، وبنتمنى كل التوفيق لفتيات الذهب النهاردة. والحقيقة يعني خلاص احنا لم يتبقى الكثير، طبعا هيبدأوا دلوقتي الفرقتين عمليات الإحماء في أرض الملعب علشان خلاص لم يتبقى الكثير على بدء هذه المباراة. طيب كابتن نشأت، كنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا وهي فكرة عنصر المفاجأة، من احنا اتكلمنا ان هي وان سايد جيم، ولكن برضو لازم اكيد الجهاز الفني بقيادة كابتن ابراهيم ان هو يضع اي سيناريوهات يعني يبقى فيها عنصر المفاجأة من الفريق الثاني، خاصة ده دور 16، وزي ما انت قلت يا كابتن ان هو بيسعى ان هو يبان قدام النادي الاهلي، فاكيد هيبقى حاطط خطط مختلفة. بص، هو اللي احنا متوقعينه كابتن ابراهيم يبدا بالتشكيل الاساسي بتاعه، لا ده ما فيش فيها خلاف، بس انا يعني حاسين من الصوره كده ان كابتن ابراهيم يعني مطمن، بيتكلم مع اللعيبه، بيضحك مع اللعيبه، فده يعني حسسنا ان هو مطمن للماتش، مطمن لفرقته، مطمن على لعيبته. فرقه مش حتى في التسخين باين ان مش فرقه جامده قوي، يعني ما عندهاش حد مميز، بس هو كله بيجي قدام النادي الاهلي بيبقى عايز يبان، عايز يشهر نفسه، عايز في كل اللعبات. والله كل الالعاب طبعا احنا عارفين ده بيحصل دايما، احنا دايما يقول لك يعني يجي ويبقى ايه اسد كده قدام النادي الاهلي، بس يعني احنا دايما ما فيش كبير علينا يعني، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نقدر ان احنا نحسم الجوله دي لصالح، وروتيشن يبقى كتير في الملعب زي ما كابتن قالت، نحافظ على لعيبتنا، نحافظ على الحمل التدريبي بتاعهم، محتاجين ناس تشارك كتير عشان ما مش عارفين الماتشات اللي جايه، مش اللي جاي طبعا إيه الدنيا تبقى ماشيه ازاي، ممكن لعيب يبقى غير موفق في ماتش يبقى بديله مجهز، خصوصا ان انت عندك بدائل تسمح بكده، يعني عندك بنش بره كل اللعيبه فيهم ما شاء الله، يعني لعيبه دوليه، يعني اللاعبات اللي قاعدين بره على البنش هم كلهم لاعبات دوليات، يعني بيلعبوا اساسي في منتخب مصر، فعندك الفرصه ان انت تقدري تغيري وتعملي روتيشن. طيب كابتن ندى، يمكن انت فعلا اتكلمتي عن فكره النهارده ان هي هتبقى بروفا للمباريات اللي جايه، لان المباريات اللي جايه اكيد كل ما الادوار احنا بنعدي دور بعد دور اكيد المباريات بتبقى اصعب، وبيبقى الحمل البدني كمان اصعب، خاصه ان احنا عندنا الفرق الثانيه دايما اتكلمنا عنها حتى في الاستوديوهات الماضيه، عندهم الحقيقه يعني قوه بدنيه كبيره جدا، فرق افريقيا طبعا احنا متعودين عليها، ولكن احنا عندنا برضو خلينا نقول ان تلاحم المباريات في البطوله الافريقيه ده بيبقى مجهود كبير قوي على اللاعبات، شايفه ازاي هيبقى التعامل معاه خلال الادوار اللي جايه؟ طبعا هو في تلاحم مباريات كتير قوي، خصوصا الشهر اللي فات لاعبين نهائيات الدوري ولاعبين نهائيات الكاس، وحاليا دلوقتي البطوله الافريقيه، فده طبعا حمل بدني على اللاعبات. اتمنى انه زي ما احنا قلنا يكون في روتيشن بحيث ان الحمل ده يخف شويه ويقدروا اللاعبات كلهم يوصلوا للادوار النهائيه الفاينلز بقوه بدنيه تسمح لهم ان هم يلعبوا اكتر من شوط، لان في مباريات دلوقتي ممكن تكون مباريات الى حد كبير ضعيفه، لكن قدام شويه اما هندخل في مباريات السيمي فاينل والفاينل المباريات ممكن توصل لخمسه جيم، فلازم تكون اللعيبه عندها راحه شويه بدنيه ان هي تقدر تكمل الخمسه جيم، زي ما شفنا في نهائيات الدوري ده اللي حصل معانا بالظبط، الفرقه لعبت الماتش الاولاني وبعدين الماتش الثاني، والجون في الماتش الثالث ده اللي فرق عن الزمالك في الماتش الثالث، ان احنا بالظبط جيم 3 بقى، ان احنا كنا بعد ما بقينا 1-1 بس احنا كنا بنتكلم كابتن ندى ان احنا كنا الاحسن حتى في النهائيات الخاصه بالبيست اوف 3 بتاعتنا احنا والزمالك، احنا كنا الاحسن في كل مباريات، بس جيم 2 يعني هو عدم توفيق اكتر من ان احنا كان عندنا الفنيات مش اعلى حاجه، بصي يمكن ما كناش مركزين، ممكن يكون طبعا انت كسبتي اليوم الاولاني 3-0 ده اللعيبه شيء من الارتياح والثقه طبعا، وممكن نقول وصل للجيم 2 وهو عنده شيء من الغرور ان احنا كده كده هنكسب، ما بيننا وما بين لعيبات الزمالك كان في جاب كان باين، هو ده باين بقى في الجيم الثالث كمان، يعني الجيم الثالث اما اللعيبه حست انه البساط اتشد من تحتيهم او ان احنا ايه ده احنا دخلنا في انه بقى ايكوال والبطوله ممكن تروح، نزلوا الجيم الثالث جيم 3 لا فرقه ثانيه غير اللي كانت تلعب امبارح، يعني لا كان موضوع مختلف خالص، لان هو زي ما بنقول هو لازم يبقى فيه شيء من يعني الادراك الموقف اللي انت فيه، لا الغرور ياخدنا ان ده ماتش سهل، ولا ان احنا برده نتعامل بخوف انه يبقى عامل لنا توتر او ارتباك او كده، لا لازم يبقى عندنا ثقه ان احنا فريق مميز بنلعب دلوقتي ادوار نهائيه، الفرقه ندي كل فرقه قدرها على قد قدره بالظبط، لا نزود فيه ولا نقلل منه.
طيب كابتن ندى، انا عايز اجي معاك لنقطه مهمه. بنتكلم هنا عن مراكز اربعات، ضارب من مركز اربعه. احنا طبعا شفنا في الفتره الاخيره الاعتماد بشكل كامل على تاتيانا بوكان طبعا في المباريات كلها، ولكن احنا المباراة اللي هي كانت ضربة البداية امام نصرية بجاية الجزائري شفنا برضو يمكن ريح تاتيانا، نزل مكانها سارة شوية، سارة امين. شايفة ازاي التعامل مع او كل اللاعبات الموجودين في نفس المركز، سواء تاتيانا، دعاء غباشي، زينة العالمي، سارة امين؟ الاعتماد طبعا خلال الفترات المقبلة دي يمكن احنا ما شفناش روتيشن في المركز ده غير تاتيانا وسارة ودعاء، وكمان وسارة في انا بتكلم على في البطولة الافريقية، والتغيير كمان في المباراة الماضية او قبل الماضية تحديدا. شايفة ازاي التعامل مع المركز ده خلال النهائيات او الادوار اللي احنا فيها؟ بصي، انا زي ما قلت لك المركز ده يعتبر يعني اتقل مركز في الملعب، بيتقاسمه لاعبتين. انا من وجهه نظري ان الاربع لاعبات لازم يشاركوا، يعني لازم يشاركوا، خصوصا ان ما فيش ماتشات تستدعي ان انا اعتمد على المحترفه واهلكها في الفتره ديت. يعني مزبوط. لو اقدر اكسب باللعيبه اللي هيكونوا بالنسبه لي ورقه تانية اعمل كده طبعا، واريح اللعيبه اللي انا هيبقى عندي اعتماد كامل عليها. المحترفه لعبه النهائيات كلها ولعبه تقريبا الموسم كامل، يعني لازم تاخد شيء من الراحه طالما انا مش محتاج لها، خصوصا ان اللاعبات اللي بره يعني زينه العالمي انا شايفه ان هي لعيبه مميزه جدا، مش قادره اعرف ليه الحقيقه ما بتاخدش فرصه ان هي تلعب، لعيبه دوليه مميزه، فحاسه ان هي ممكن النهارده كابتن ابراهيم يديها فرصه ان هي تلعب شويه مع ساره زي ما انت قلتي بالظبط. ماتش طالما الماتش مش مشدود وما فيش داعي ان انا اسبب يعني اختبرها بحيث ان انا اشوف لو احتجتها هتبقى موجوده ولا هي بعيده خالص. ساره خدت فرصه المره اللي فاتت، الماتش اللي فات في الدور الاول لعبت في مركز اربعه، وطول الموسم ساره بتشارك على فترات سواء في مركز اربعه او في مركز اثنين، فهي رجلها موجوده في الملعب. دعاء كده كده بشكل مستمر موجوده، دعاء الغباشي، والمحترفه يعني كابتن ابراهيم اكيد واقف على مستواها، يعني هو عارف مستواها ايه، فطبعا في الفاينلز هتكون موجوده ومستوى ثابت. فاللي نتمناه انه بقيه اللاعبات ياخدوا فرصه طول ما الماتش مش مشدود وما فيش داعي ان احنا نلعب بالتشكيل الاساسي، يا ريت بقيه اللاعبات تشارك. يعني كابتن نشأت، نروح لمركز ثلاثة. يمكن احنا عندنا عكس شوية مركز أربعة، شفنا مشاركات كتير من اللاعبات في المركز ده، سواء طبعا ميار، وعندنا كمان مي غزال طبعا، وفي آية خالد، وآية، الثلاثة الحقيقة مستوياتهم عالية جدا طبعاً، وشفنا منهم أداء كبير في أرض الملعب. ولكن بقى الاعتماد الكلي برؤية كابتن إبراهيم النهاردة ممكن يتعامل إزاي مع المركز ده، خاصة إن احنا داخلين على أدوار صعبة؟ بصوا، كابتن إبراهيم يعني طبيعته إن هو بيثبت تشكيل أثناء المباراة، بيغير مظبوط في الماتشات السهلة أو الماتشات اللي هي ملهاش أهمية، أو ممكن بيغير لعيب اتنين في التشكيل الأساسي بتاعه ويديله فرصه ويجربه مره واثنين وثلاثه. اللعيب اثبت نفسه خلاص، بيبقى بيتحط في دماغ كابتن ابراهيم ده اول تغييره ليا. بس انا شايف ان مي غزال لازم تاخد فرصه. بقى لها فتره ما بتشاركش زي السنين اللي فاتت، مع انها اثبتت نفسها السنين اللي فاتت. فاحنا دلوقتي معتمدين على اثنين، ميار وايه خالد. فلازم مي غزال تنزل يعني يشارك لانها ما يغزل من اللعبة الناشئة الجميلة. دي حقيقة، على الرغم ان هي صغيرة في السن ولكن ادائها الحقيقة كبير. شفنا كابتن حمدي السنة اللي فاتت كان بيديها كتير في منتخب مصر، بتلعب لعيبة سنتر بلوك جميل، مش مجتهدة جدا. يعني ما يغزل من اللعبة اللي هي ما عندهاش يأس، ممكن تبقى مصابة وممكن تلعب. فانا شايف ان كابتن بوريم اديها فرصة كفاية في ماتش النهاردة، بحيث ان هو مش مستاهل يعني الماتش زي ما بيريح بقيه اللعيبه، لازم يدي يشارك بقيه اللعيبه التانيين عشان يبقى عنده تغييرات متوفره عنده. ان زي ما قلنا قبل كده ممكن لعيب مش موفق النهارده، ما جيش انزل لعيب انا ما كنتش بستخدمه، ما كنتش بديله فرصه. فالدوري غير افريقيا، غير بطوله عربيه، فلازم اشارك اللعيبه عشان احتاج اللعيبه دي كلها في النهائيات. بس وزع الحمل التدريبي.
طيب كابتن ندى، انت شايفه فكره ان احنا النهارده خلاص احنا عمالين نقول وان سايد جيم وان احنا كسبانين واللي دي بروفا وهنشرك فيها كل اللعيبه ان شاء الله، بس احنا عشمانين في الفرق يعني. اكيد طبعا اكيد طبعا، بس انا بتكلم هل ممكن احنا الانعكاس اللي جاي لنا من الثقه طبعا سواء في فريقنا او في الاداء واللي احنا شفناه كمان في مجموعتنا، حتى المباراه الوحيده اللي كنا ممكن نكون مستصعبينها شويه او قلقانين منها شويه السجون الكيني قدرنا ان احنا برضو نتخطاها بسهوله، الثقه بتاعت النهارده دي هل ممكن يبقى فيها ضرر لينا ولو حتى 1%؟ مش بقول انه يبقى فيه طبعا اخفاق في المباراه كامله، ولكن ممكن في بعض الاوقات من الاشواط ممكن الثقه الزايده دي او فكره ان احنا معتمدين ان هي وان سايد جيم او مباراه سهله يحصل فيها بعض الاخفاقات في بعض الاوقات من الاشواط. بصي انا اعتقد انه بعد اللي حصل في نهائيات الدوري وخصوصا كمان اللي حصل في نهائيات الكاس، الفرقه شافت انه فريق الزمالك خرج من السيمي فاينل رغم ان احنا كنا شايفين ان هو المنافس الرئيسي لينا، وهم الاخفاق اللي حصل ليهم في جيم 2 في الدوري، اعتقد ان هم اكيد هيحطوا في حسابهم ان احنا لازم ننزل في الاخر. ده ماتش في بطوله افريقيه يعني احنا بنتكلم عليه ان هو بروفا طبعا وفرقه هتبقى وان سايد جيم وكل حاجه، لكن في الاخر دي بطوله افريقيه ودور 16 يعني لوك اوت، اللي هيخسر هيطلع بره. فاحنا لازم هيبقى هم عندهم اكيد عاملين حسابهم ان ما يحصلش نفس اللي حصل ان احنا ننزل بالثقه الزايده قوي فيحصل اكيد كابتن ابراهيم طبعا هيكون ده اتكلم فيه يعني انه احنا لازم ننزل بكل تركيزنا ونلعب باسمنا احنا وبقوه فرقتنا احنا بدون النظر للمنافس يعني، وفي نفس الوقت يكون في برضو شيء من يعني عدم التوتر او عدم الشد في اول المباراه انه اللعيبه تنزل مشدوده. لا اعتقد يا كابتن ندى ان احنا ما كانش عندنا توتر خالص في الفترات الماضيه دي، احنا الحقيقه بالهدوء اللي كان لا زي ما احنا بنقول الهدوء بتاع كابتن ابراهيم اتنقل ينعكس على اللعيبات اتنقل للاعيبات غالبا بس ده شيء على فكره مهم، لان خليني اقول لك ان انا حتى لما كنت بتكلم مع رجال الطايرة فكرة عنصر الهدوء ده عنصر مهم جدا طبعاً. جدا، وده اللي احنا اتكلمنا عنه يمكن في المباراة النهائية امام مولودية بوسالم، يمكن معروف ان هو فريق مش سهل ومعروف بضغطه وده اللي يمكن حاول ان هو يمارسه على النادي الاهلي، بس ده ما حصلش بسبب هدوء اللعيبة، فالهدوء عنصر مهم جدا ان هو يكون موجود خاصة في الادوار دي او في البطولة دي علشان نقدر ان احنا نعدي بيها، ويمكن احنا برضو محتاجين نشوف الجماهير خلف فتيات الذهب زي ما شفناهم في طبعا النهائي الخاص بالماسترز، ويمكن اتكلموا برضو انه كان وجودهم ليه عنصر مهم جدا وكان عامل كبير جدا بفوزهم بالبطوله يمكن بنسبه تتعدى ل 70-80%، فحابين ان احنا نشوف كل جماهير النادي الاهلي في الصالات المختلفه طبعا بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره علشان اكيد هم محتاجين دعمكم، واكيد اذا كان هم بيلعبوا عايزين يفرحوا فهم عايزين يفرحوا جماهير النادي الاهلي في المقام الاول، وده اللي احنا محتاجين، ولا ايه كابتن نشأت فكره وجود الجماهير طبعا داخل الصالات في البطوله دي تحديدا؟ هو الجماهير في اي على ارضنا لا اصل على ارضنا يا كابتن في نشأت الجمهور الجمهور ليه عامل كبير جدا سواء في بطوله افريقيه سواء في نهائي دوري نهائي كاس نهائي اي ماتش، اللعب بيحلو بوجود الجمهور طبعا، يعني طول ما الصاله فاضيه اللعب بتحس ان هو تمرين عاديه، وجود الجمهور لا ده في ماتش وفي ناس بتتفاعل معاكي وفي ناس بتشجعك وفي ناس متحمسه لان انت تكسبي والكلام ده، فبيديكي دفعه غير عاديه. يعني شفناها قبل كده برضو في صاله النادي الاهلي في نهائي بطوله افريقيه مع الرجال للرجال مع كابتن ميدو وكابتن حمدي والكلام، لا بيدوا دفعه الجمهور، جمهور النادي الاهلي غير مختلف غير بيدي دفعه بيصحيكي لو في اي اخفاق من الفريق الجمهور نفسه تشجيعه بيصحي اللاعبات واللاعبين. يعني كان قبل النهايات ما كان بتبقى في صاله النادي الاهلي لما كانت بتحصل في الاستاد كانوا بيملوا الاستاد لا وبيديكي دفعه بيديكي دفعه وتحس ان انت لو هتنامي تلاقي لا الجمهور بيصحيكي وبيشجعك لا الجمهور رقم واحد زي ما كلنا عارفين ان شاء الله. طيب احنا هنروح دلوقتي لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره البدء طبعا مباراه النادي الاهلي في دور ال 16 امام سان دوني طبعا اولمبيك، ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفتيات الذهب النهارده، ونطير بقى الارض الملعب ومعلقنا طبعا الكابتن اسامه ابو زينه فإلى هناك.